الغنوشي علاقته يهز تليفون ويطلب أمير قطر ويقول له حاجتنا بدوفيز سهل لي كذا حاجتي بسبيطار. يقال أنه هو مش في علاقة بحكاية سبيطار الغنوشي, قالوا عليه الحفصي, ولكن هي علاقة زادة كيف كيف وقتها كي يستعملها نقولوا له سامحني يا اخي احنا ولينا سامحني انا اتكلم على شخصي بالطبيعه, اتكلم على شخصي خاطر وكأن خلقنا جو نتاع اسمع رد بالك تتكلم على الايديولوجيات والاتجاهات. كل ما يرتبط بالاخوان كل ما يرتبط بالاخوان كل حاجه عندها علاقه بالاخوان بالنسبه لي انا مرفوضه. كل واحد يتصل بواحد اخر باش يعطينا هبه وهما من الموفانس نتاع الاخوان بالنسبه لي انا مرفوضه. وعندما يتصل كل سوا كليغ خاطر توا ولينا نلكلكوا هكا بشويه وش بينا ومشكلتنا ملكلكش. لا أوكي. انا صريحه أوكي. كل وعندما حاجة يتصل ما لم تقطع حركه النهضه مع حركه الاخوان اللي يعملوا راشد الغنوشي الكل بالنسبه لي انا مشبوه. وعندما يطلب رئيس دوله مثلا البيجي قائد السبسي الله يرحمه شيخ الامارات ويطلب مساعده هذيك مقبول إمارات بعدائها للثورة بعدائها للحرية بعدائها اللي صار في تونس اللي ديكلاري من ضاحي خلفان وغير. خلينا نكمل سؤالي. كمل سؤالي تقصوا عليه في الأسئلة. وقت اللي بيجي قائد السبسي يطلب الإمارات وقتها بالفكر اللي نتاع نعرفوه من عند الإمارات هذاك مقبول؟ كل حاجة فيها شك بالنسبة لي أنا مرفوضة. كل حاجة فيها شك للتاريخ المرحوم بيجي قائد السبسي قعد شوكة في حلق الإمارات ويحسب له أنه في 2014 و2015 لم يحقق أمان الإماراتيين, ما حب الشيخ وحد شيء شوية في الحملة وقال لهم لا هذا أمر تونسي بخلافاتنا مع البيجي قايد سبسي وبالأخطاء. لا ما كان شرط باش نكونوا الغنوشي ماذا بينا يعمل نفس الشيء. مولوه دعمه وصل للحكم ولكنه رفض أن يستجيب لطلبات والسعودية كيف علاش ما فيش استثمارات سعودية وإماراتية على خاطر البيجي مرضاش. الأخبار الموالي يلا نمشيو الأخبار الموالي. نحكيو مع راشد الغنوشي, حكينا على راشد الغنوشي نحكيو على عبد اللطيف المكي. قال ما تعوموش عبد اللطيف المكي ممنوع على السباحة, والتعليق جاءنا بالأمس من هنا من البلاتو من صديقنا وزميلنا سفيان بن